نرجع معكم مشاهدينا ومستمعينا عبر تشاريتي تي في وإذاعة صوت المحبة، وكمان من النقاط الحلوة والمهمة أن نكون عم نترافق فيها بكل هيدي الحوارات السينودوسية هي الحياة الرهبانية. وبسر أن يكون عم رحب بالأخت تراز السلوى من رهبات المعونة الدايمة. سير تراز الله معك. الله معك. وأهلا وسهلا فيك بتشاريتي تي في وإذاعة صوت المحبة. موضوع الحياة الرهبانية هو موضوع كتير مهم، ومنعرف قديش بيذكروه الباباوات، وخاصة أن الحياة الرهبانية هي نبض الكنيسة الدايم. يعني اليوم إذا منجي نتطلع لحتى نطرح السؤال، نقول وين الحياة الرهبانية من هيدي المسيرة والأعمال السينودوسية؟ أول شيء يا أبونا، بتصور أنه اليوم الحياة الرهبانية فكرة أنها تكون عم بتعيش، عم بيمشوا سوا حياة رهبانية والعلمانيين، منه شيء غريب عن الحياة الرهبانية، لأن الحياة الرهبانية انطلقت بالأساس كان محورها الإنسان. يعني كل الأعمال الخيرية اللي انعملت بالرهبانية، فكرة الحياة الرهبانية كانت فكرة أنه نروح صوب الآخرين، نحط الإنسان محور. هلأ بهذه الفترة، لأنه نحن بفترة سينودوسية، مهم نرجع كلمة سينودوس ترجع تضويلنا، شو يعني نمشي مع بعض. هلأ بحب أحكي بهذا الموضوع عن نقطتين. أوقات مهم نمشي مع بعض بس ورا المسيح، لأنه أوقات منضيع الهدف، لأن ما فينا بالحياة الرهبانية نمشي بس مع بعض وننسى الهدف الأساسي. فمهم نمشي ورا بعض بس يكون المسيح هو الأساس القائد تبعنا. ومهم كمان أنه في فكرة بالحياة الرهبانية هي أنه نمشي ورا بعض مش نمشي مع بعض. لما بنمشي ورا بعض في خطورة أنه يصير عندنا كلنا نفس النمط، نفكر بنفس الطريقة، نحكي بنفس الطريقة، نقتل الروح الخلاقة اللي موجودة عند الرهبان والرهبات. ففكرة اليوم لما الكنيسة بتقلنا بدكم تمشوا بسينودس، بدكم تمشوا مع بعض، يعني بدنا نطلع شوي من فكرة النمطية أنه نمشي ورا بعض فرد صف، ونقدر نحافظ بقلب حياتنا الرهبانية على الأصوات النبوية، على الكرياتيفيتي الموجودة عند بعض الرهبان والرهبات لعنا، على أشخاص بيحبوا بقلب هالسير معا أنه يكونوا فتحين طريق جديد بالسير مع الله. كمان بدي وقف على نقطة تانية، هي فكرة أنه أوقات بنمشي على بعض، لأنه الحياة الرهبانية مش غريبة عن حياة العالم. فأوقات كمان منفكر ب، وهيدا بتصور اللي بدعينا السينودس أنه ما نعمله، هو أنه ما نمشي على بعض بالحياة الرهبانية. وأوقات بنمشي على بعض لأنه بنكون مفكرين أنه إحنا بدنا نعمل، بنروح صوب الشيء اللي بدنا نعمله، الإنجاز اللي بدنا نحققه، بالوقت يلي الرب بيطلب منا بالتوبة السينودوسية هي أنه نكون مع بعض. أنا أكون والآخر يكون، مش مهم شو بنعمل، لأن طالما يسوع ماشي قدامنا الرسالة رح تضل واضحة، ما نقوم به رح يكون واضح. مهم نعطي لكل إنسان بقلب الحياة الرهبانية قبل ما نعطي له برا، كل واحد مسيحته اللي هو بحاجة لإله. ذكرت سير تراز أنه اليوم ما بنقدر نكون هالقد منشبه بعض لأنه منصفي كأنه نمط حياة وحدة، بس إذا منجي نحن اليوم نتطلع بالحضور يلي موجود بقلب هذا السينودوس، منشوف أنه في تنوع رهبانيات. هيدا التنوع هل هو في يكون عامل تلاقي أو تباعد، وكيف؟ أبونا، فكرة لما بنحكي عن تنوع بقلب الحياة الرهبانية هي كمان فكرة سينودوسية، لأن بالسينودوس البابا بيقلنا، وهيل عم بيحاول يقلنا، أنتوا بعد ما عم تقدروا تشبهوا يسوع كفاية، بدنا كنيسة بتفكر وبتحكي وبتتصرف مثل يسوع. بيجي التنوع بالحياة الرهبانية ليقلنا شو؟ لأن كلنا بكل واحد على طريقته، كل واحد بالجنيل عنده إياها، كل واحد بطريقة صلاته، كلنا بدنا نجرب نسعى بهيدا التنوع اللي عنا، مش نختلف بين بعضنا وهي الرهبني أحلى من هاي الرهبني وأنا أقوى منك. كلنا بدنا نجرب نقول نحن كلنا بالتنوع اللي عنا بدنا نجرب نقرب من صورة الله بحياتنا، نجرب نكون عم نعكس هيدي الصورة كل واحد قد ما بيقدر.
وربنا اكيد هو بيكمل الباقي. اكيد يعني حتى اليوم من خلال مشاركاتكم بالندوات بالحوارات بهيدي اللقاءات المشاركه مع بعضكم البعض، قد ايه اليوم بهيدا الحضور الرهبان الموجود بهيدا السينودس عم بحطوا الرهبان والرهبات قناعاتهم الشخصيه؟ ابونا لفتني بقلب الحلقات انه بقلب الكنيسه كلنا على نفس الهم، يعني كلنا همنا انه تكون الكنيسه كنيسه اكثر رسوليه، انه نكون فعلا عم نقدر نشهد لربنا اكثر. هلا اكيد كلنا بنفس الوقت عم نجرب نعمل عمل توبي ونقول انه نحن ما عم نعمل اللي لازم ينعمل، وبعدنا مش كثير قريبين من منطق ربنا وتفكير ربنا، بس عم نجرب نحن من ناحية الحياة الرهبانية والعلمانية، من ناحية بموقعهم، كل واحد بموقعه كجسم بقلب الكنيسة، كلنا عم نجرب نقول اليوم نحن بدنا نعمل شيء بقلب كنيستنا، نحن واعيين إنه في تقصير بقلب كنيستنا، منا غفلانين عن الواقع وعايشين بالسما، بس بذات الوقت كمان نحن مؤمنين إنه إذا كل واحد حط الشقة الصغيرة اللي المفروض يحطها هو، ربنا بيكمل. حتى بقلب كل هيدا الحضور والمشاركة اللي الموجودة عند الرهبان والرهبات بهيدا الحضور، لأنه اليوم ما فينا إلا ما حتى ندخل بعد أكثر العمق نطرح السؤال ونقول شو اللي اليوم عم بيضيفه هيدا السينودوس على حياة كل راهب وراهبة موجودين وعم بيشاركوا. أبونا فكرة إنه نتخلى عن الرغبة بالامتيازات، لانه نحن بالمجتمع كوننا رهبان ورهبات وهيك دائما بفوت اوقات بذهنيتنا، بتتلوث ذهنيتنا بفكره انه بدنا امتيازات او بدنا انه نحن اوقات بنفهم اكثر من غيرنا، اكثر من شعبنا، او نحن بمطرح وهن بمطرح. تصور اليوم سينودس دعوه للحياه الرهبانيه، اولا انتم من قلب الشعب ولا الشعب، ما بقى فينا نعيش بحياة رهبانية مقفلة، ما بقى فينا نسكر بواب قديرتنا ونقول لهم للعالم من وقت للتاني منطل عليكم ومنزوركم. اليوم بتصور دعوة البابا لقلنا فتحوا هالبواب، أول شيء فتحوا بواب عقولكم، لأنه عندنا مشكلة أوقات كمان بالحياة الرهبانية، العقل والقلب بنفس الوقت ما بينفصلوا. نعم. أكيد أوقات عندنا مشكلة بالحياة الرهبانية بتسكيرة العقل وبتسكيرة القلب، اليوم بابا عم بيقلنا فتحوا قلوبكم، فتحوا قديرتكم، خففوا، ما بعرف قديش بدها تطلع تقيل اللي أنا عم أقوله اليوم. نحن أوقات كثير منطمن بيننا أنه حاطين الله بالمركز، يعني منفكر أنه نحن حاطين الله بالمركز لما منكتر الرهبان والرهبات الصلوات والليتورجيات والساعات الصلاة، ومنفكر أنه خلص منطمن بيننا أنه الله حاطينه بجيبتنا والأمور ماشية حوالينا. البابا عم بيقلنا اليوم ما فيكم تحطوا المسيح بالنص وتنسوا أنه الإنسان مش بالنص، يعني ما فينا نحط المسيح وما نحط الإنسان بالنص. بتصور السينودس عم بيدعي اليوم الحياة الرهبانية تنوسع خيامنا ونرجع الإنسان يلي أصلا نحن كرسنا، وأكيد أبونا أنت راهب وبتعرف، فنحن كرسنا حياتنا لهيدا الإنسان. في مطارح بالحياة الرهبانية استبعدنا هيدا الإنسان وحطينا الله، مفكرنا أنه حطينا الله محله. هي اللي عم بيقلنا إياه البابا، ما فيك متفكروا أنه حطين الله والإنسان بعيد. يعني اليوم إذا منجي منتطلع بالراهب أو الراهبة منقول بمثل ما بتشارك فيها أو بتشاركوا فيها الناس معنا، أنه اليوم الراهب أو الراهبة آكل شارب نايم، بيصلوا مصرياته مصروفه لحتى ما نقول غير شيء، يعني كل هالتفاصيل الداخلية اللي منقول أنه هي بتأمله هذا الشيء. يعني إذا منرجع لكل هيدا السينودوس يلي لمس بمطرح أساسي وجع موجود على الأرض وذكرتيه، يعني اليوم نحن بدنا نلمس وجع الناس، اليوم كيف عم يتم التجاوب مع هيدا الشيء الملموس اللي ما بقته بعيد عن لغتنا لحتى نطلع عن الشيء؟ لأنه مرات نحكيها وبغصة أنه في بمطارح بتلاقي الرفاهية موجودة وبمطارح محافظين على هيدا النمط الرهباني الحقيقي مع كل انفتاحنا، بس نحن محافظين. بس قديش اليوم عم بيتم من خلال هيدا السينودوس من بعد ما نحن لمسنا هيدا الوجع أن نكون عم نتجاوب معه؟ حبيت سؤالك. أول شيء نحن مدعوين نعمل توبة، يعني ما في حدا يقول أنه الرفاهية ما تسللت على حياته، رفاهية فكرية، رفاهية بالرسالة، رفاهية مادية،
هلا انا مع انه الراهب والراهب يعيشوا بكرامتهم، أكيد لانه اكيد أكيد ربنا بالفقر ما بده يزيد عدد الفقراء، يعني ما بده انه الرهبان والرهبات كمان يعيشوا بادنى من كرامتهم ويصيروا هن كمان فقراء. بس سينوس بدعينا لنعيش نوع تاني، من نوع من الفقر الروحي. والفقر الروحي بيقوم على اني اعرف انه انا ما بملك الله وما بملك الناس اللي حوالي، واعرف جوعي الحقيقي. لانه ابونا انت كتير منيح بتعرف لما الراهب والراهبة بيستبدلوا الله، اجمالا بيستبدلوه يا بالسلطة يا بالاكل يا بالماديات. فاليوم دعوة لما يكون في فراغ روحي منعبيه، ونحن مش معصومين عن الغلط، يعني بنبلش نعبيه، كل واحد بيعبيه على طريقته، ناس بتعبيه بالترف، ناس بتعبيه بالسلطة، ناس بتعبيه بحب الظهور، كل واحد بيعبيه على طريقته. بتصور اليوم البابا عم بيقلنا انه نحن بحاجة انه نترافق كرهبان ورهبات بقلب الكنيسة، مش بحاجة للناس تضل تديننا على الطالع والنازل، نحن بحاجة حتى الناس يرافقونا، بحاجة انه الكنيسة تكون عم ترافقنا. وبعتقد هيدي اللي عم تعمله حاليا، ما بعرف انه اكيد مش 100%، بس عم تحاول تعمله حتى نحن نكتشف جوعنا وناخد قرارات شخصية، لأنه ما بتتاخد على صعيد الجماعي، أنه نشبع جوعنا بغير طريقة. حتى يعني عم نحكي عن قصة موضوع نمط الحياة الرهبانية، يعني اليوم أنا كراهب أو كراهب عم برجع كرر السؤال، ولكن رح روح فيه بغير طريقة، أنه أنا اليوم كراهب أو كراهبة أكل شارب عم بتأمل لي كل شيء إلى جانب حياة الصلاة أو القداسة اللي أنا بعيشه يوميا. طيب اليوم بهيدا النمط كيف عم بقدر أكون جاذب للحياة الرهبانية للدخول لنفس جديد على الحياة الرهبانية؟ أبونا ما بوافق إن إحنا أكلين شاربين نايمين وقاعدين بالدار عم نصلي، لأنه أنا عم بحكي لغة الشبيبة كيف بتحكينا، هيك العالم هيك بيفكروا. أنا اليوم بدي أجي أعطي الصورة الأجمل لقله أنا اليوم قديش حياتي الداخلية مرات بتبقى عن جد هالقد مميزة عن أي تفكير ممكن يكون هو مش موجود من جوا. أبونا أنا معمدة بالكنيسة مثل حي الله معمد. بتصور ما في انسان قاعد ببيته مش عم بيقدر يأمن اكله وشربه ومش عم بيشتغل، وهيك بطوله هي اني اقدر اعيش الله بكل اللي انا عم بعمله. وما نحكم، يعني مش مطلوب نحن بالحياه الرهبانيه نضل نجلد حالنا ونقول نحن عم ناكل ونشرب ونعمل ايه، لازم ناكل ونشرب ونعمل، تتاملنا حياه كريمه. بس بذات الوقت ابونا نحن كمان مع العالم ومن اجل العالم، يعني عم نحاول قدر الامكان مثلنا مثل كل المعمدين انه نكون هيدا الملح بالهلا. اوقات بننجح، اوقات بنفشل، اوقات في ناس عم تعطي شهاده معاكسه، بس هيدا ما بيمنع انه في كثير اشخاص اليوم بقلب الكنيسه بحاجه نضوي عليهم. في رهبان عم يعطوا من كل حياتهم، وفي ناس دجا عطوا، بس في رهبان ورهبات عم يعطوا كل حياتهم للناس وكل تضحية. حياتهم عم بتكون بتضحيه تامه. اكيد ابونا، وهيدا مش فخر او شيء بيميز. نعم. هيدا مثلنا مثل كل هيدا المطلوب من كل معمد، عم نحاول نعمله. فينا نقول انه احنا ما عم ننجح فيه دائما، مطرح ما عم نقصر عم نقول نحن عم نقصر، بس كمان حلو نعترف انه اكيد ربنا عم بيشتغل فينا، واكيد في وزنات بقلب الكنيسه وبقلب الحياه الرهبانيه مهم اليوم نضوي عليها، لانه هيدا نتاج عمل الرب بحياتنا. اليوم قديش وجود الرهبان والرهبات بمراكز ومؤسسات هو عم يغني أبونا؟ خاصة أنه هيدي كمان توصيات البابا فرانسيس، كيف بقلب هيدي المراكز والمؤسسات نكون عم نغني الجماعة اللي نحن عم نخدمها. اليوم حضورنا بقلب كل هالمؤسسات له دور كتير إيجابي ودور كتير بناء، كيف عم بتم هيدا الحضور وكيف عم يغني بنفس الوقت؟ أبونا هيدا قصة مؤسساتنا الرهبانية هو سيف ذو حدين. أكيد بمطارح كتيرة نحن عم نشهد للرب بقلب مؤسساتنا، وأكيد عم نرافق الناس اللي عم نشتغل معهم، وكمان عم نأمن فرص عمل، وعم نساعد الناس بألف طريقة، وعم نكون شهادة. مثلا اليوم إذا بدنا نطلع نعمل رسالة بحي الله الرعية، انكترت بيجي لعندها 30 شاب وصبية. هيدي إذا كنت أنت حدا كتير عامل جذب، بس أنت اليوم إذا بتقول بمؤسسة رهبانية، إذا أنت بمدرسة اليوم في على القليلة 400-500 طالب حواليك،
اليوم مؤسساتنا الرهبانية هي مكان للكرازة، هي مكان للبشارة، هي مكان لنكون عم نشهد فيه لعمل الله، واللي عم بيشتغلوا واللي عم بيشهدوا عم بيعملوا شغل رائع. لأنه في اليوم مين بيقدر ينشر المسيحية أكثر من المدرسة والتعليم المسيحي الحقيقي؟ وإذا بمستشفياتنا كان عندنا رحمة وهيك، بس بذات الوقت احنا مش غرابة عن الواقع الناس، وبعرف انه العالم كتير بتسب بالمؤسسات. ابونا المؤسسة بحد ذاتها عبء، واليوم انا مكرس وبقول المؤسسة علينا عبء، لانه في مطرح اداري وفي مطرح شق روحي، وما بعرف قديش المكرس بيقدر اليوم انه يوفق بين الاثنين. هلا اللي قدرين يوفقوا يعطيهم الف عافية، وعمل بطولة عم بيعملوه. في مكرسين ما عم بيقدروا يوفقوا، عم بيروحوا اكثر صوب العمل الرعوي، وفي مكرسين للاسف ما عندهم خيار الا بيروحوا بالشق المؤسساتي للاخر. قد ايه هون خطوره هيدا الوجود بالمؤسسات والمراكز؟ قد ايه مدى خطورته بالابتعاد عن الحياه الرهبانيه؟ اذا رحنا بالشق المؤسساتي للاخر، اذا الانسان اذا هو الراهب، لانه هذه منا مساله حياه رهبانيه. ابونا بتعرف كثير منيح انه الرهبانه بتنشئ على غير هيك، بس اذا الشخص هو ما قدر يخلق هيدا التوازن بحياته وراح اكثر بالشق المؤسساتي، بعتقد صعب نرجع نسترجعه. وبتصور هيدا اللي بيعطي اكثر شيء موفيتي مونياج. شو بنقدر نعطي كلمه للحياه الرهبانيه من قلب السينودس؟ كلمه اخيره. اليوم الحياه الرهبانيه هي موهبه بقلب الكنيسه، وموهبه كثير ثمينه، والرب اكيد عنده كثير اشياء يعمله من خلالها. ما بقى بدنا نخاف، ما بدنا نخاف من قلة الدعوات، ما بدنا نخاف من سوء الشهادة اللي أوقات عم بيعطيها لبعض الأشخاص. بدنا نوثق إنه الرب بعده قادر يشتغل من خلالنا بكتير من الرجاء. أنا بآمن إنه اليوم الرهبان والرهبات بحاجة لرجاء مثلهم مثل الناس اللي حواليهم، بحاجة نقول لهم كلمة رجاء، كلمة بتقويهم بالمطرح اللي هني عم يشتغلوا فيه. والله يقويك ميرسي بكل مسؤولياتك وبكل شغلك، ودايما بنحمل بعضنا بالصلاة. هيدي دعوتنا وحياتنا انه نكون عم نعيش الصلاة بهيدا الملء، بالعلاقة الشخصية مع الله، لحتى تكون عم تتجسد برسالتنا، بأعمالنا، بتأملاتنا، بلقاءاتنا مع الآخر، لنفرجي قديش فعلا يسوع هو هالقد حلو بكل شخص وخاصة فينا. شكرا من القلب لإلك، والله يقويك على كل شغل ورسالة بتقوم فيها بقلب الكنيسة والمجتمع. الله يقويك. مشاهدينا ومستمعينا رح نروح كمان باستراحة ومنكمل أكيد كل حوار بهيدا المسيرة السينودوسية.